بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية الهانة لحي الريم، راكم تشوفوا في الوضعية ديجا اللي قاعدين نخدموا فيها، لا مقر لا والو، هنا لبرا في الطريق. ثاني حاجة نهضروا على الجمعيات، اسكو الوضعية تاع الجمعيات درك حد يقول درك ما فهمناهاش واش هو، يستنشدوا بهم السلطات المحلية تاع ولاية علابة، يستنشدوا بهم وقت اللي يحسب أرواح وجمعيات. شوفوا لنا درك قالت قاعدين نلموا في الاستمارات تاع الناس هذي تاع اللي يهدرها رئيس الجمهورية تاع المليون. بصح الصباح كي رحنا جبنا الاستمارات من سيكتار تروا، المير يقول لو جانا قانون بلي راهي ما كانش منها، وتاع سيكتار تروا يقول كاين منها. نطلب حاجه واحده، نطلب داروا اجتماع يعيطوا للبلديه تدير اجتماع ومن بعد هما يهضروا معنا، وعلاش ما يطلبوش الجمعيات تدير معاهم اجتماع يحضروا بالاجتماع، كل واحد يحط مشاكله. سمعت؟ كل واحد يحط المشكل تاعو، وهما يحبوا يديروا ياخذوا قرار وحدهم ويجي. هذا هنا نطلب من سيد رئيس البلديه، نطلب من السيد الوالي يلتفت يشوف يعني الحي ويشوف يعني السكان هنا راهم مضرورين جدا جدا، ويعني ما كلاه ندخل في التفاصيل، وندخل في التفاصيل راح ينقصوا ناس ياسر. نشوفوا هنا يعني بالعين الاعتبار رانا راهو المشكله هنا، تشوفوا فينا واش قاعدين نديروا لهنا، راهو قاعدين نمو في الملفات البرة، وقاعدين نشوفوا في الناس. ونشكر السيد رئيس تبون اللي عطى المنحه هديه اللي عطاها للزواوله، وراهو رحنا سيكتار تروا اليوم، وراهو قال لنا المير قال لنا باللي راهو حبسنا الملفات، وحبسنا قال مدينا غير 600 على 600 مواطن. وعلاه يقولها؟ راهو الرئيس قال مدوا للناس كل، وكيفاه هو يقول في الهضره دي. والسلام عليكم.